اسمع بقى الحديث ده، ويا ريت لو تقدروا تكتبوه اكتبوه، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. النبي بيقول ايه؟ بيقول: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله عز وجل الليل مع النهار؟ هقول لك على حاجة أكثر من إن أنت تقعد 24 ساعة كل يوم تذكر ربنا. إيه رأيك؟ هجمع لك اللي هو إيه؟ جوامع الذكر. هقول لك حاجة تجمع لك كل دوت وتديك حسنات لا تخطر على قلب بشر. فقال: قل الحمد لله، احفظ معايا الجملة دي، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، خدوا بالكم، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. والله العيد مرة تانية، خد بالك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقولك في آخر حديث إيه؟ قال لك: وتسبح الله مثلهن. يعني لو حبيت تقول الذكر ده مش لازم يبقى في الحمد بس، ممكن في الحمد والتسبيح ولا إله إلا الله والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله وكل اللي انت عايزه قوله بنفس الصيغة دي. النبي بيقول ايه في آخر الحديث؟ بيقول: تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. اتعلموا الذكر ده وعلموه لأولادكم. بالله عليكم، اللي كتب كتب واللي ما كتبش في إعادة الحلقة إن شاء الله، هي بتتعاد ثلاث مرات، اكتبوه وامشوا على الذكر ده، يجمع لكم كل الخير اللي في الدنيا. جربوه مرة الحمد لله، مرة بسبحان الله، مرة بالله أكبر، مرة بلا إله إلا الله، مرة بلا حول ولا قوة إلا بالله، وشغلوا نفسكم بالذكر، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. أمنا جويرية في يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها الصبحية، فلها قاعدة عمالة بتذكر ربنا، خرج ساعة ورجع، وبعدين قال لها: أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ أنت لسه على نفس الحالة اللي أنا سبتك عليها؟ قالت له: بلى يا رسول الله. فقال لها: أما إني قلت من بعدك، خد بالك، أربع كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات كررتهم ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. لو توزن اللي أنا قلته أربع ثلاث مرات ده، الأربع كلمات اللي قلتهم ثلاث مرات، لو توزنت بكل اللي أنت قلتيه طول النهار توزنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: قلت سبحان الله وبحمدي عدد خلقي وزنة عرشي ومداد كلماتي. الله، سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. الله أكبر. احفظوا الذكرين اللي ورا بعض دولت، يجمعوا لكم عدد كبير جدا جدا لا يخطر على قلب بشر من الحسنات.